النقطة الثانية برضو. النهاردة يعني تم إرسال مخاطبة لنادي تريزيجي. علشان يكون متواجد في الأولمبياد القادم تمام. النادي رفض وقال طبعاً إحنا عارفين الأولمبياد مش مش في مدرجة الأجندة, أو في في مش الأجندة في الدولية. الدولية مش موجودة فالنهاردة رفض شفت النهاردة منتخب المغرب لما يعني خدوا رأي ياسين بونو حارس مرمى المغرب علشان يكون متواجد مع منتخب المغرب في الأولمبياد رد رد عجبني جداً قال النهاردة ما ينفعش إن أنا أجي آخد فرصة حارس مرمى صاعد واعد طبعا. هو اللي قدر يوصل بالمنتخب صحيح. للنقطه دي او المرحله دي فالنهاردة ما اقدرش احرمه منها. شايف رد الفعل ازاي واحنا داخلين على اولمبياد قادمه وانا بقول ان احنا عندنا منتخب اولمبي قوي ما ينفعش نحرم لعيب من فرصه حلم بيها 3 اربع سنين وتعب وشيء عشان يوصل للنقطه دي، بدل ما اخد لعيب النهارده من الاهلي ما تدي الفرصه للعيبه الموجوده طبعا. عندك. وفي نفس الوقت مم. طب ما انا ابقى كسبت حارس مرمى مثلا او لعيب اه هيخد منافسة قوية بين مدارس مختلفة، م. هيكتسب فيها الخبرات، هيرجع بيها النادي ويرجع بيها المنتخب مصر الكبير. م. فأنا ليه أحرم لعيب؟ واللعيب صحيح شيء وتعب وخاض التصفيات لغاية ما وصل للحلم الأولمبية تجا أستبعده أو حد تاني م. معلش يجي على الجاهز يلعب. آه. وهو مش ناقص لعب، يعني هو لعب م. قبل كده في منتخب مصر وكأس عالم, وكس و... عالم و... ويعني طب ما أنا أعمل كوادر يعني اعمل كوادر جديده واعمل لعيبه تبقى جاهزه استفيد منها في كاس عالم اللي جاي بعد سنتين يعني انما ما بقاش مصمم ما هي المشكله ان احنا بنفكر تحت رجلينا ما بنفكرش لقدام ما بنفكرش للمصلحه العامه المصلحه العامه والمصلحه العامه دي مش مصلحه العامه دلوقتي في الفتره اللي انا فيها المصلحه العامه لقدام لمدى نهايه سواء انا موجود او مش موجود هو ده بقى هي دي الوطنيه وهذا حب البلد م. مش ان انا ابص بس ان انا لازم اعمل شكل كويس واخد بطوله عشان لما امشي يقولوا خد خد بطوله لا طب, طب تبني المستقبل انا المستقبل يقولوا آه. الراجل ده عمل لمصر عمل لقدام عمل للكره المصريه هذه بس المشكله يعني واحنا بنتكلم للفتره اللي جايه وكنا إحنا بنناقش قضيه النهارده وجبنا كابتن بدر رجب جبنا كابتن امام محمدين ورؤيتهم للمسابقات اللي جايه بتاعه البراعم وبتاعه مسابقات الناشئين في تواصل مع الكابتن علاء نبيل مع المناطق وخاصة منطقة القاهرة كابتن حشيش؟ الحقيقة طبعا يعني قبل أي حاجة علاء ده زميل وصديق من مش يعني من حوالي دخلنا على 50 سنة أنا وهو يعني وكان زميل في منتخب مصر ومنتخبات القاهرة ويعني صديق يعني عمري يعني ومن عنده خبرة كبيرة في الموضوع الناس. اللي موجوده في قطاعات الناشئين زي ما كان في نادي المول العرب وعمل وزيد. طفره وراح زيد عمل طفره وانا مش عارف زيد سابوه ازاي للاتحاد م. انما طبعا عشان الاتحاد يعني اهم طبعا لخدمه مصر كلها آه رحنا اتكلمنا مع بعض وقعدنا لان احنا طبعا منطقه القاهره زي ما انت عارف من اهم المناطق موجوده في مصر الشربيني من اهم المناطق واكبر المناطق م. احنا عندنا اسامه مرحله البراعم بس احنا قاهرة م. عندنا كام لعيب متسجل عندنا براعم كام بقى عندنا 24500 لعيب ما شاء الله براعم بس براعم بس 24000 يعني خمس مراحل براعم 24500 بالتحديد يعني م. فعدد كبير جدا جدا طبعا جدا فازاي انت تعمل مهرجانات براعم للكم الكبير ده في تحديات موجوده م. منها المواعيد منها الملاعب م. منها حاجات كتيره جدا جدا يعني لازم انت يبقى في تنسيق يعني لما تتكلم بقى مع واحد زي علاء نبيل راجل فاهم وعنده خبرات كبيره جدا وبعدين علاء موجود مش عشان يدير بس لا عشان يطور كمان لان احنا عانينا خلال الفتره اللي فاتت من العقليات ال... موجوده المتجمده شويه اللي هي بس عايزين ايه ندير مسابقة، طب ما دير مسابقة دي, دي ما هو سهل قوي ان انا ادير مسابقة يعني. حط على الاخطاء، حط على التطوير. وتطور ازاي داك... في مصلحة البرعم الصغير ده ومصلحة البرعم ده اللي هيبقى ناشئ وبعد كده هيبقى فريق أول وهيبقى منتخب مصر. خلي بالك أنا جبت كابتن بدر وكابتن إمام وأنت تالت واحد معايا تقول لي أول ما بتبدأ تقول لي البراعم طبعاً. البراعم البراعم طبعاً. دي يعني بتتكلم من 8 سنين ل 13 سنة. صح كده؟ مظبوط. 6 ست سنين دول هم دول الاساس بتوعنا هم دول يا اسامه احنا عمر عمر الكره المصريه م. ما هتتحسن وهتجابه الكره الكره العالميه م. الا لو اهتمنا بقطاعات البراعم والناشئين م. م. لان الشخصيه والتاسيس بتاع اللعيب لان المهرجانات دي مرحله تعليم م. لو انت تعلمت وانت صغير استحاله بعد كده هتبقى كويس استحاله لان هو الاساس الاساس في التغذيه الاساس في الشخصيه، مم. تبني شخصية لعيب ازاي؟ دي مهمة جدا جدا عشان تبني شخصية برعم صغير يبقى عندك لعيب بعد كده في الفريق الاول ومحترف بره، مش عايزين نبص كمان انه هو يلعب بس فرقة كبيرة وخلاص، لا ده احنا عايزين لان احنا بنعاني من موضوع المحترفين. ممكن نشوف منطقة القاهرة كان اقتراح اللي بيقوله الكابتن بدر والكابتن امام نشوف في المباراة الواحدة ثلاث اشواط كل شوط يبقى فيه فرقه مختلفه وبنفتح طبعاً. العدد المساحه العدد اكبر من اللعيبه تشارك يعني من وما دم... المدرب مضغوط ولا ولي الامر مضغوط ولا الكلام ده من ضمن الافكار طبعا من ضمن الافكار انا مش عايز طبعا يعني احرق الكلام كله عشان علاء لسه ما بعتش رسمي قعدنا ما ما رسم. احنا قعدنا كده عادات خاصه أوه. يعني منفردة يعني أوه. بس لسه ما بعتش اللائحه اللي هتمشي عليها المهرجان